بعد الخرجة الإعلامية الأخيرة اللي وصف فيها فوزي الغزاع الإعلام الجزائري بالمرضى ودعا ليهم بالشفاء وحثهم باش يديوها في مشاكلهم ويركزوا في إيجاد حلول لتطوير كرة القدم في البلاد بالعوض ما يبقاو مقابلين وحاضينه، هذه المرة ضربهم بالكاو وجاب ليهم التمام بحيث الإعلام ديال الدولة الجزائرية أصيب بالسعار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بإجماع القارة الأفريقية تجمع رغم ما يروج له من أكاديم من بعض الذين امتلأت نفوسهم بالحقد والمرض، وهذه مناسبة نتمنى لأولئك الذين ينتمون إلى أسرتكم الكبيرة بالشفاء العاجل، شفاهم الله من مرضهم وجعل ذكاءهم في خدمة الإعلام الرياضي وتطور كرة القدم والرياضة بصفة عامة وتطور أهدافها وأخلاقها خدمة للمجتمع الدولي. ستعرف بلادنا تنظيم كأس أفريقيا للأمم للإناث للمرة الثانية. وجاءت هذه الخرجة ردا على اتهامات الإعلام الجزائري اللي جدد الهجوم ديالو على فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، واتهموه بالوقوف وراء استبعاد قائد المنتخب الجزائري رياض محرز من قائمة المراكز الثلاثة الأولى من جوائز الكاف لأفضل لاعب إفريقي 2022-2023. واعتبرت صحيفة الخبر الجزائرية بأن إبعاد محرز كيمثل فضيحة على حساب الوصف ديالهم، واتهامات الكاف باللي العبد ديالها وصل مستوى ما بلغوش في السابق منذ قدوم موتوسيبي اللي اعتبروه باللي سلم الحكم للمغربي فوزي القجع اللي كيصول وكيجول في الهيئة كما يريد. ومن جانبها قالت صحيفة الشروق أونلاين بأن فوزي القجع رئيس الجامعة المغربية هو المسير الأول والوحيد للاتحاد الإفريقي، وتعمد منع جزائريين من حضور جوائز القارة الإفريقية، وكتشوف بأن القجع كان وراء دخول صديقه حسب وصفهم الجزائري المدرب عبد الحق بن شيخة ضمن سباق الفوز بجائزة أحسن مدرب إلى جانب مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وقالت بأن بن شيخة لن يكون سوى أرنب سباق فقط، وطالب الإعلام الجزائري بإبعاد فوزي القجع من عضوية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحيث وصفاته بأنه كيخدم أجندة بلاد المغرب وكيسعى باش يرجع الكاف كله مغربي. وبالمناسبة كان بغي نذكر الإعلام الجزائري بواحد المثل مغربي كيقول كون كان الخوخ يداوي كون داوى راسو، حيث كون كان القجع كيحكم في الكاف كيف ما كيعتقدوا ما يتمش إبعاد ياسين بونو من اللائحة النهائية، بحيث إذا كان شي واحد كيستحق الفوز بهذه الجائزة فهو ياسين بونو اللي للأسف تم حرمانه منها عمدا وكان كيستحق يفوز بها عن جدارة واستحقاق، ولكن للأسف كتبقى دائما المعايير اللي كيتم عن طريق اختيار أحسن لاعب في إفريقيا غير واضحة وكيشوبها الكثير من الخمود. وفي الختام كتمنى مسيرة موفقة لياسين بونو وكيبقى ضمن الأساطير لسطرات الاسم ديالها بحروف من ذهب في الذاكرة الكروية العالمية. ياسين بونو الإنسان والحارس الخالق واللي الابتسامة ديالو سلبات قلوب الجماهير العربية والعالمية قبل الجماهير المغربية اللي كتحتفظ ليه بذكريات جميلة في قطر اللي كان عنده فيها دور حاسم ببلوغ المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي كيحظى بهذا الشرف.